الله جل في علاه يقول في سورة فاطر: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور. ومعنى تجارة لن تبور أي تجارة لن تضيع عند الله عز وجل. أبشركم بشرى، قلوا بشر أحبابي في الله، إخوانكم في جمعية تحفيظ القرآن بحفر الباطن لديهم مشروع رائع، وهو كفالة طالب يحفظ كتاب الله. وهذه الكفالة أحبابي في الله هي بقيمة رمزية جدا، 330 ريال تكفل فيها طالب يحفظ كتاب الله عز وجل. وهناك ميزة عجيبة أحبابي في الله، أن هذه الجمعية ترسل تقرير فصلي لمن كفل هذا الطالب عن مستواه. وهذه الفكرة أحبابي في الله، وهذا المشروع اسمه زد حافظا. يا من لم تستطع أن تحفظ، كن عونا لمن يحفظ.